وما احنا بنشوف قبل الفاصل طبعا جنازات شهدائنا. احنا طلعنا على محافظة السويس، هناك تم تشييع جثمان النقيب محمد عادل رز احد شهداء القوات المسلحة من سكان قرية الخواطرة بحي الجناين في محافظة السويس، وبرضو نفس المشاهد، الجنازات بتتحول لمظاهرات غاضبة بتطالب بالقصاص لكل شهدائنا. العمر واحد والرب واحد ولكل أجل كتاب، كانت هي آخر كلمات الشهيد محمد عادل خاطر خلال اتصاله بأسرته قبل استشهاده في تفجيرات إرهابية استهدفت الكتيبة 101 بسيناء. لم يهب محمد الموت وأصر على محاربة الإرهاب حتى نال الشهادة التي كان يطمع بها. أعرفكم بأننا والد المنارة، والد البدر، والد الشهيد، والد اللي بيحب وطن مصر وبيحب ترابها وبيحب كل ذر التراب. هو كافح وفضل ماسك سلاحه ومات وهو ماسك السلاح، كان بيحارب الإرهابيين، ما كانش بيحارب الوطن. أنا لو كنت عارفة أن ده آخر خروج لمحمد من البيت كنت وصلت وركبت العربية، ولكن ربنا إن شاء الله إن شاء الله هيجيب حقه، وربنا إن شاء الله هيتحرهم. أنا مش زعلانة، لو هم فاكرين أن هم بيعملوا ده عشان يتموا عياله أو أن هم هيزعلوا أهله، أنا عيالي ما ماتوش، أنا ولادي ربنا اللي خلقهم أولى بيهم، والحمد لله أنا مش زعلانة. أنا بس يعني بوجه لهم لسانة أن أنتم متفرحوش كتير، إنها مش زعلانين، اللي أنتم عملتوه كله الفاضي. رغم فقدان الحبيب الذي ترك ابنتان رقية ونوران، لكن كانت الفرحة لاستشهاده بطلا واختيار ربه له ليكون بجواره في جنة الشهداء. محمد، اللي هقدر ألخصه لك في كلمة واحدة، هو راجل، راجل بمعنى الكلمة. يعني هو كان حابب الاستشهاد، كانش بيخاف. كماما كل شوية تقول له محمد انت المكان عندك صعب، خلي بالك من نفسك. قال لها انا عمري ما هموت يا ماما، ناقص ثانية من عمري. بس اولا واخيرا رسالة مهمة ومهمة جدا لكل الناس اللي مفكرنا احنا خايفين ومفكرين ان هم حققوا اهدافهم، اقسم بالله انتم حققتوا حاجة، انتوا كده بتزيدونا صلابة وقوة. محمد يعني اكتر حاجة كان بيحبها شغله، بيحب القوات المسلحة جدا، والدليل على كده ان هو يعني قبل الحادثة بكتير جدا طلب منه ان هو يجي هنا يتنين هنا جنبنا، قال لا انا عايز اموت شهيد هناك. الشهيد محمد عادل خاطر احد اقارب البطل سليمان خاطر الذي قتل اسرائيليين على الحدود المصرية بسبب تدنيسهم للعلم المصري. لتفقد هذه الاسرة ومحافظة السويس بطلا جديدا من ابطالها الذين حاربوا على مر العصور قوى الاحتلال والآن يحاربون الإرهاب الغاشم. اسم جديد ينضم إلى قائمة شهداء الوطن، الشهيد محمد عادل خاطر. قد يكون رحل عن دنيانا لكنه سيظل بطلا خالدا في الذاكرة، لم يهب الإرهاب، لتقدم مصر خيرة وزهرة شبابها في مواجهة إرهاب أسود يتربص بأمنها واستقرارها. محمد رياض، الحال اليوم.